السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اشتراطات الحكومة الشرعية لضرورة انسحاب الميليشيا من محافظة الحديدة، قبل الحديث عن المسار السياسي واستعدادها لمناقشة مقترحات المبعوث الأممي حول خطة السلام. جددت الحكومة البريطانية تأكيدها دعم جهود المبعوث الأممي للوصول لحل سياسي في اليمن، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية خالد اليماني إن من حق اليمنيين وجود حكومة شرعية تعبر عن مصالحهم وتدافع عنها. من جهته أكد وزير الخارجية خالد اليماني على ضرورة انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة بشكل كامل وإشراف ودعم من الأمم المتحدة لتجنيب المدينة آثار الحرب. تحركات دولية نشطة تشهدها العاصمة السعودية الرياض تزامنت مع وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر للقاء سفراء عدد من الدول لمناقشة مقترحات المبعوث الأممي حول خطة السلام وميناء الحديدة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تنتج التحركات الأممية هذه المرة فعلا سياسيا وعودة للمفاوضات؟ وكيف ينظر المجتمع الدولي والتحالف والأطراف المحلية لمستقبل المسار السياسي والعسكري؟ قبل النقاش نتابع التقرير. الحكومة تتهيأ لخوض مواجهة سياسية جديدة مع الإنقلابيين، فقد تلقف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر المهمة الموكلة له من الرئيس هادي، وانتقل على الفور إلى العاصمة السعودية الرياض لمباشرة مهمته على رأس لجنة حكومية رفيعة. تتمحور مهمة اللجنة الحكومية حول الرد على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو الرد الذي يبدو أنه لن يخرج عن الموقف الرسمي المعلن الذي يقضي بالتمسك بمرجعية الحل وبعدم تجزيئه وبضرورة انسحاب الميليشيا من الحديدة وموانئها الثلاثة. وبالتزامن مع وصول رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى الرياض، وصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إلى العاصمة السعودية، وهناك التقاه وزير الخارجية خالد اليماني الذي أكد ضرورة انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة بشكل كامل وتجنيب المدينة آثار الحرب. اليماني شدد أيضا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق خروج الميليشيا من الحديدة والصريف ورأس عيسى لتحل محلها قوات تابعة لوزارة الداخلية مع إشراف ودعم فني من الأمم المتحدة، فيما تشير المعلومات إلى أن المبادرة التي طرحها غريفيث بشأن الحديدة على وجه الخصوص تقترح إشرافا أمميا على ميناء الحديدة وتوريد الأموال إلى البنك المركزي اليمني وانسحاب الميليشيات، لكن دون توضيح لحدود هذا الانسحاب. تواجد المسؤول البريطاني الرفيع في المنطقة يشير إلى رغبة بريطانيا في دفع الأطراف إلى التفاعل مع مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث في ضوء مؤشرات عديدة على أن الحل المقترح ليس محل رضا الحكومة بشكل كامل، كما هو أيضا محل رفض من جانب الميليشيا التي أعلن زعيمها بأن ميليشياته لم تعد تعول على جهود الأمم المتحدة. واعتبر مراقبون أن إقدام ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل رئيس الوزراء الكائن في حي بيت بوس بصنعاء ونهب محتوياته دليل على احتقان الميليشيا تجاه المهمة السياسية التي يطلع بها بن دغر في الرياض، وعلى يأسها من إمكانية حصولها على الحل الذي يضمن بقائها في الحديدة وموانئها الثلاثة، ما قد ينذر بفشل مهمة المبعوث الدولي ليس فقط في الحديدة بل وفي جمع الأطراف مجددا على طاولة مفاوضات بشأن الحل السياسي للحرب في البلاد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في هذه الحلقة الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. مرحبا بك أستاذ ياسر. مرحبا بك أخي بشير وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر. في البداية، الآن تحذيرات جديدة تزامنت مع وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى الرياض ووصول أيضا المبعوث البريطاني المسؤول البريطاني على الشرق الأوسط، برأيك الآن هل هناك فعلا جهود سياسية ستثمر هذه المرة ويعود الحل السياسي، أم الحل العسكري لا زال قائم؟ أنا أعتقد أنه من خلال التجارب السابقة مع ميليشيات الحوثي في مشاورات جنيف والكويت واحد والكويت اثنين، بأن ميليشيا الحوثي يعني لن تقبل بأي رؤى أو حلول يعني حقيقية يعني للحل الشامل في اليمن. ميليشيات الحوثية فقط تريد أن تلتقط أنفاسها يعني وتعيد ترتيب صفوفها. نحن نشهد جميعا أنه ميليشيات الحوثي اليوم تشهد انهيارات واسعة،
الأمم المتحدة كلما يعني للأسف الشديد كلما كانت ميليشيات الحوثي في ضغط شديد تحركت في سبيل ما يقولوا يعني إيقاف نزيف الدم، ولكن ميليشيات الحوثي ليست جادة. الحكومة الشرعية، رئيس الوزراء عاد إلى الرياض من أجل يعني الاجتماع باللجنة الذي كلفوا بها رئيس الجمهورية يعني بدء جولة مشاورات مع المبعوث الأممي، مع سفراء الدول الثمانية الكبرى، الولايات المتحدة، بريطانيا. هناك خطوط حمراء لدى الحكومة الشرعية لا يمكن التراجع عنها، هي المرجعيات الثلاثة المتفق عليها يمنيا وإقليميا وأمميا، وكذلك شو اسمه يعني الانسحاب الكامل. لا يمكن تجزئة الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي. هناك يعني من يطرح الآن بأن يتم تسليم ميناء الحديدة وتظل ميليشيات الحوثي مسيطرة على المدينة، هذا أمر غير مقبول به. أنا أعتقد أن اليوم هذا خرق للقرار الأممي 2216 الذي ينص صراحة على إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة وتسليم مؤسسات الدولة للقوات الشرعية، للقوات اليمنية، وهذا ما ينبغي على الأمم المتحدة وعلى من يقف في يعني تنفيذ القرارات الدولية أن يضغط بهذا الاتجاه لكي يحقق السلام الشامل والكامل. إذا كانت ميليشيات الحوثي جادة فما عليه إلا تقديم حسن نوايا بالانسحاب من المدينة الحديدة وتسليم الميناء والمطار، لكي تبين نعم للعالم وللشعب اليمني وللشرع اليمني أنها جادة في الحلول السلمية والسياسية. نعم طيب، ابقى معي استاذ ياسر، ونشرك معنا في الحديث الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخيرات لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. مرحبا بك دكتور عبد الله. باعتقادك، امام كل هذه التحركات الجادة هذه المرة من قبل الأمم المتحدة وبدعم بريطاني وأمريكي، هل ستعود الحلول السياسية للأزمة اليمنية أم لا زال الحديث عنها مبكرا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤشرات الأولية تقول أن خطة السلام أو الدخول إلى مرحلة التفاوض لا تزال في مراحلها الجنينية، لا يزال الحديث من الطرفين في حقيقة الأمر، من الحكومة الشرعية ومن الحوثيين، لا يزال الحديث، بل حتى من المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لا يزال الحديث عن حسن النوايا وتمهيد للمرحلة القادمة، فلم تدخل الأطراف بعد يعني للتفاوض. لكن في كل الأحوال أنا في تقديري أن المسألة محكومة بجملة من العوامل، يعني أتحدث عن مسار التفاوض محكوم بجملة من العوامل. أول هذه العوامل وأهمها ميزان القوى على الأرض، ميزان القوى العسكري على الأرض. يعني هذا العامل هو أكثر هذه العوامل انعكاسا على مسارات التفاوض. واضح جدا أن هناك ليس نصرا كاملا لقوات التحالف، هناك نصف نصر وليست هزيمة كاملة للحوثيين، هناك نصف هزيمة، وبالتالي يعني هذا الواقع لا يدفع الحوثيين إلى إعطاء مزيد من التنازلات والقبول بالشروط المطلوب منهم وعلى رأسها الانسحاب. هناك نصف نصر ونصف هزيمة، هذا هو ميزان القوى القائم اليوم في الحديدة. العامل الآخر هو ضغط الحالة الإنسانية في سائر اليمن وفي الحديدة تحديدا من جراء هذه المعركة تتفاقم وتزداد سوءا. فإلى أي مدى هذه الحالة سوف تضغط على الأطراف المعنية وتدفع باتجاه الصيرورة إلى حلول سياسية، أو على الأقل القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات؟ نعم. العامل الثالث هو التزام المجتمع الدولي، نعم، الولايات المتحدة. لكن نعم الولايات دكتور عبد الله، نعم، لكن كما تعلم دكتور عبد الله، ربما ميليشيات الحوثي الانقلابيه الى الان لم تبدي اي حسن نوايا مقابل كل هذه التحركات والضغوطات الامميه، والتي تصب في نهايه المطاف ايضا بمصلحه الحوثيين. الحوثيين الان كل المبادرات التي تقدم يرفضونها، لكنهم على الجانب الاخر يلعبون على ورقه الوضع الانساني في مدينه الحديده. اذا ما استمر الوضع بهذا الحال، تعنت ميليشيا الحوثي بعدم تقديم اي تنازلات حقيقيه، وايضا ضغط المجتمع الدولي على الوضع الإنساني وخيارة الحكومة في الجانب العسكري، إلى أين ستتجه الأمور في الحديدة برأيك؟ الأمور تتجه في تقديري إلى التعليق، يعني سوف تعلق المسألة وسوف يدور الأطراف الفرقاء المعنيون الحوثيون، مارتن جريفيث وفريقه، الحكومة الشرعية، سوف يعني يبقون في هذه الدائرة المفرغة. كما قلت لك أن ميزان القوى هو العامل الأول الذي سيتحكم في مسارات يعني التفاوض السياسي. لو اعتركتني أكمل،
قلت أن هناك عامل آخر وهو التزام المجتمع الدولي. هل الولايات المتحدة هذه المرة على عكس المرات الماضية هل هي ملتزمة جديا؟ هل إدارة ترامب سوف تدفع باتجاه الحل السياسي؟ هذه مسألة يعني لا يبدو أن يعني واضحة. كذلك التزام الفرقاء الإقليميين الولايات المتحدة وإيران بالدرجة الأولى، هل إيران سوف تضغط على حلفائها بصنعاء بحيث أنهم يبدون تنازلات ويقبلون يعني الدخول في الحل السياسي؟ هل المملكة العربية السعودية قضيتها الأولى اليوم هي التفاوض السياسي مع الحوثيين وإنجاز يعني شيء من التقدم في هذا المسار، أم أن هذه مسألة يعني هي جزء من أجزاء متعددة فيما يتعلق بيعني رؤية المملكة للصراع في اليمن؟ كل هذه العوامل المتداخلة سوف يعني تلقي بيعني ظلالها على مسارات التفاوض. عودة إلى النقطة التي أثرتها وهي مسألة إلى أي مدى سوف يقبل الحوثيون بالتنازل والقبول بالحلول التي تقترح عليهم. أنا يعني كما قلت لك الحوثيون من حيث المبدأ أبدوا استعدادهم لتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة على المستوى الفني واللوجستي، ولكنهم لم يقبلوا بانسحاب الميليشيات. الحكومة الشرعية تدفع باتجاه أو تضغط باتجاه انسحاب الحوثيين وتشترط هذا كشرط أساسي للتفاوض، مع هذه النقطة المحورية أيضا على أن تحل قوات الحكومة الشرعية محل الميليشيات الحوثية. الحوثيون الآن، السؤال، أنت أخي أمام صراع سياسي عسكري مركب. الحوثيون إذا قبلوا بالانسحاب العسكري لميليشيات في مقابل ماذا؟ ما هو الثمن الذي سيعطى لهم؟ الحكومة الشرعية هل هي قادرة أيضا على تأمين الحديدة؟ التحالف ما هو موقفه؟ كل هذه الأسئلة لا يبدو أن هناك إجابات واضحة عليها. ولكن كما قلت لك أن نعم دكتور عبد الله، يعني من خلال حديثك يعني تعتقد بأن الحكومة الشرعية والتحالف ربما حتى لو يعني انسحب الحوثيين من الحديدة لم يكونوا جاهزين لاستلامها وتأمينها وتوفير كل الاحتياجات فيها؟ التحالف جاهز وقادر، ولكن هل الحكومة الشرعية ستمكن من إدارة الحديدة، من التواجد في الحديدة على المستوى العسكري؟ وهل التحالف سوف يعني يفسح المجال للحكومة الشرعية في الحديدة أن تدير هذه المنطقة، الميناء أو المواني والمطار، وتحل محل ميليشيات الحوثيين؟ هذه مسألة حول استفهام. نحن أمام تجارب أخرى، يعني معنا تجارب في عدن وتجارب في تعز وتجارب في شبوة وغيرها. الحكومة الشرعية إلى هذه اللحظة لم تمكن تمكينا كاملا من بسط نفوذها وممارسة سلطاتها الدستورية على المناطق المحررة. فهل سيحدث عكس ذلك في الحديدة؟ لا نعلم بذلك. هل الحكومة الشرعية أيضا يعني هي الآن تطرح شرطا وهي أن تحل محل من الانسحابية، ولا هل التحالف سوف يسمح للحكومة الشرعية بالتواجد؟ يعني المسألة معقدة. وأحسب حتى مارتن جريفيث نفسه في جولاته وفي اللقاء الأخير مع الرئيس هادي أيضا لم يفصح عن خارطة الطريق متماسكة محددة. الكلام كما قلت لا يزال عن النوايا، عن القضية الإنسانية، طيب، عن تبادل الأسرى، فما زلنا في المراحل الجنينية يعني هذه المبادرة. نعم. طيب أعود للأستاذ ياسر الحسني صحفي برئاسة الجمهورية. أستاذ ياسر، الآن إذن هل فعلا هذه التخوفات التي ذكرها الدكتور عبد الله الغيلاني منطقية، بأنه حتى في حال انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة بأن الحكومة غير قادرة ربما على استلامها وتأمينها وبسط سلطة الدولة فيها؟ أنا أعتقد أن هذه حجج ليست منطقية. استمرار يعني سيطرة ميليشيات الحوثي على مدينة الحديدة هو يعني يمثل كارثة إنسانية على محافظة الحديدة وعلى بقية المحافظات، لما تمثله محافظة الحديدة من أهمية استراتيجية، تمثل شريان لبقية المحافظات لوصول الإمدادات. نحن نعرف جميعا أن ميليشيات الحوثي تستولي على المساعدات الإنسانية، تنهب هذه المساعدات وتوزعها على يعني عناصرها التي تقاتل الشعب اليمني، كذلك تستغل الميناء الحديدة وميناء الصليف لتهريب الأسلحة والصواريخ ويعني من إيران وبقية الدول. أنا أعتقد أنه انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة أمر مهم. أما قصة تأمين الحديدة فأمن الحديدة سيستلم المدينة، هناك يعني ألوية جاهزة أمنية تتبع الحكومة الشرعية لاستلام محافظة الحديدة. لا قلق يعني بعد انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة. استمرار ميليشيات الحوثي هو من يمثل الكارثة الإنسانية.
أما الدولة فهي لا تشكل ولا تشكل خطر. هذا أمر غير صحيح. من يروج لهذا الكلام أنا أعتقد أن عليه أن يراجع يعني حساباته. ربما الدكتور يقصد التجارب السابقة التي حدثت في بعض المناطق المحررة هي التي جعلت الدكتور يتحدث وغير الدكتور بأن هناك ربما نماذج فاشلة في بعض المحافظات المحررة، وهنا يبدي تخوف الدكتور وغير الدكتور. يعني هناك يعني بعض الأخطاء حصلت هنا وهناك، ولكن الأمن سائد، الدولة تفرض النظام والقانون، يعني لا يوجد مقارنة بين الدولة وبين الميليشيات. هناك أمن واستقرار في عدن، هناك أمن واستقرار في مأرب، هناك أمن واستقرار في حضرموت. نعم هناك تباينات سياسية نتيجة وجود مشكلة القضية الجنوبية، ونحن نعرف جميعا تاريخ هذه القضية، ولكن لا يمكن مقارنة الحديدة بعدن أو حضرموت. أنا أعتقد أنه الحديدة وضعها مختلف، وأنا أعتقد أنه أفضل حل لميليشيا الحوثي وللشعب اليمني هو أن تنسحب، أم أن تحتمي بالمواطنين. من يقول أن المعركة هي يعني هناك نصف هزيمة ونصف انتصار؟ هذا أمر غير صحيح. نعم. الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي يعني توقفت عن معركة أو الدخول في معركة الحديدة بعد المطار كي لا تريق الدماء، لأن ميليشيا الحوثي تتحصن بالبيوت، تتحصن بالمستشفيات، حفرت الخنادق في الشوارع، وهذا أمر مخالف للقواعد والقوانين الدولية. أنا أعتقد أنه أمر تحرير الحديدة سيأتي مباغت كما جاء في الحديدة، ستكون هناك معركة جوية برية بحرية، لن تستطيع ميليشيا الحوثي الصمود بعد أن يتم قطع شريانها الذي يأتي من كيلو 16 وطريق صنعاء الحديدة. لن تصمد ميليشيات الحوثي. الحكومة الشرعية والتحالف العربي تركوا فرصة للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي الذي يسعى لأن تسلم ميليشيات الحوثي سلميا، وأن لا يكون هناك معركة لتجنيب المدنيين الدمار. لا يوجد أي انتصار للحوثيين. الحوثيين في محشورين في الزاوية وفي مرحلة صعبة وحرجة، وبدأوا حتى يجندوا الأطفال والمجانين والمختلين عقليا والمجرمين. هم يواجهوا نكسة كبيرة، ولذلك أنا أعتقد أنه عليهم اليوم أن ينقذوا أنفسهم أولا بتسليم الحديدة لكي يكون هناك حل سياسي يحقن دماء اليمنيين، إذا كانوا فعلا لديهم مشروع يمني. شكرا. ولكنهم مع الأسف الشديد لا يعني يكترثوا بالكوارث الإنسانية التي سببوها للشعب اليمني جراء انقلابهم على الشرعية. شكرا لك صحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، كنت معنا من الرياض. وأرحب بضيفي من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. أهلا فيك. هل باعتقادك ما طرحه الأخ ياسر الحسني في رئاسة الجمهورية بأن هي فرصة فقط منحها التحالف العربي والحكومة الشرعية للمبعوث الأممي لكي يعني حفاظا على الأبرياء في الحديدة وكان قادر على حسمها عسكريا؟ عفوا ما سمعت ولا كلمة، يعني في مشكلة في الاتصال، ممكن تعيد السؤال؟ نعم السؤال، هل يعني ما طرحه الأستاذ ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية بأن الحكومة الشرعية والتحالف منح المبعوث الأممي فرصة يعني التحرك السياسي وكان قادرا على حسمها عسكريا؟ إذا ربما فقدنا الاتصال، إذا أوجه السؤال للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إن كنت قد سمعت السؤال أتمنى الإجابة منك، تفضل. نعم، أنا كنت أرجو أن قوات التحالف تمضي قدما وتحرر الحديدة تحريرا كاملا وتحقق نصرا كاملا لا نصف نصر، ولكن التوقف في منتصف الطريق هذا لا يخلق ميزان قوة يساعد على يعني الدخول في مرحلة التفاوض السياسي، وهذا الذي حدث الآن. لو كان التحالف قادرا على تحرير الحديدة وانتزاعها من الحوثيين وإخراج ميليشيا الحوثي قسرا من الحديدة، فما الذي يجعله يتوقف في منتصف الطريق؟ الضغوطات الدولية دكتور عبد الله، كما تعلم هناك تحركات دولية كبيرة هي التي أجبرت التحالف والشرعية على إيقاف هذه المعركة. الضغوطات الدولية كانت قائمة منذ اليوم الأول، بل قبل دخول الشروع في معركة الحديدة. الأزمة اليمنية الإنسانية كانت متبدية وعلى هذا النحو من التفاقم منذ أمد بعيد. التحالف يعلم هذا، والضغوط ما أحسب بقدر ما هي ضغوط من منظمات إنسانية. على أي حال، حدث ما حدث، الآن المعارك متوقفة وشبه متوقفة. أنا حقيقة يعني ما زلت مصر الذي حدث هو نصف نصر للتحالف ونصف هزيمة للحوثيين، وميزان القوى الآن يعني وضعها الراهن. لو تغير قدر ربما تتغير يعني المسارات العسكرية والسياسية، ولكن ميزان القوى القائم الآن بأوضاعه الراهنة لا يجبر الحوثيين ولا يدفعهم إلى التنازل. نعم. الآن الحديث حول مسألة الحوثيون، كما قلت من حيث المبدأ أبدوا استعدادهم
تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، ولكن هذه مسألة أيضا فيها تفاصيل جدا، يعني تفاصيل إدارية وتفاصيل فنية وتفاصيل حول مسألة يعني العوائد المادية إلى أين تذهب، هل سوف تذهب للبنك المركزي اليمني أم للحوثيين. فيعني أنت أمام أيضا معركة تفاوضية طويلة المدى. أنا أتصور أن الخيار أمام التحالف الآن هو أن يحرك الجبهات عسكريا، يعني إذا أراد بالفعل أن يضغط على الحوثيين وأن يحشرهم في الزاوية، وإذا كان التحالف فعلا لا. يعتقد أنه متفوق استراتيجيا على الحوثيين فليمضي قدما، طبعا مع مراعاة يعني الخسائر الإنسانية هنا، وأن يتجنب إصابة المدنيين، ولكن عليه عسكريا أن يمضي قدما حتى يخلق ميزان قوى يكره الحوثيين على القبول بالشروط التي تملى عليهم. الآن هل هذا ضمن حساب؟ أنا لا أعلم، وأخشى أن المسألة يعني التجارب الماثلة أمام أعيننا، تجربة تعز وتجربة في يعني مناطق أخرى، فهل يراد استنساخ هذه التجارب في الحديدة؟ نعم. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط، وأرحب أيضا من جديد بالأستاذة ميساء شجاع الدين الباحثة والناشطة السياسية. أستاذة ميساء مساء الخير. نعم أستاذة ميساء، على ما يراهن الحوثيون في الحديدة رغم كل الفوارق الكبيرة التي تصب في مصلحة الشرعية والتحالف عسكريا، وأيضا كل المقترحات الأممية التي تصب في يعني ربما لمصلحة ميليشيات الحوثي إن قبلوا بالحل السياسي، لماذا يرفضون كل هذه الحلول؟ على ماذا يعتمدون؟ وما الذي يعولون عليه في الحديدة؟ طال الوقت عمل ليس لصالح التحالف وليس لصالح المعاناة الإنسانية معاناة زيادة الضغط الدولي على التحالف لإنهاء المعركة وقفها، فبالتالي الوقت هو أفضل عامل لصالحهم يلعب بصالحهم. يعني حتى الآن لم تنتهي معركة المطار، يعني هم ينظروا أنهم قادرين أنهم يأخذوا وقت طويل، هم يصلوا على مستوى القوى البرية، يبدو أنهم التحالف مش أقوى كثير، لكن هو غلبة القوى الجوية هي تؤدي للتقدم بشكل بطيء حقا. نعم سادة ميساء، هناك إشكالية في الصوت، أنا أعتذر منك جدا لأنه لا نفهم يعني بوضوح ماذا تقولين، نعتذر منك مرة أخرى. شكرا لك على مشاركتك معنا الأستاذة ميساء شجاع الدين، وشكر أيضا للصحفي برئاسة الجمهورية ياسر الحسني، وكذلك الشكر للدكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي كان معنا من مسقط. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.